السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه الندوة المغاربية التي نخصصها لدراسة موضوع غاية في الأهمية متعلق بالاحتقان الكبير الذي وقع مؤخرا بين السعودية وإيران على إثر قطع العلاقة بين الرياض وطهران، علاقة سبقها تراكمات لم تقتصر على الدولتين بل شملت كل المنطقة. في حلقة اليوم نحاول دراسة تأثير الدور الإيراني داخل الدول العربية وكيف سوف ينعكس قطع العلاقة معها على بقية الدول، خصوصا التي تشهد أزمات كسوريا والعراق واليمن. ما مستقبل التسويات السياسية على ضوء هذه الخلافات؟ وما هو دور بقية الدول العربية والغربية؟ وفي ظل هذا الاصطفاف إلى هذا الجانب وذاك، نتساءل عن مستقبل المنطقة العربية التي تعيش بالأصل في نزاعات وأزمات. ولنقاش هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا في الأستوديو كل من الأستاذ بسام جعارة الكاتب والصحفي السوري، أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا في الأستوديو الدكتور فارس خطاب الكاتب والباحث السياسي، أهلا وسهلا بك سيد فارس خطاب. ولعل بداية نبدأ برأيكم في قطع العلاقات الأخيرة بين السعودية وإيران وما صاحبها وما لحقها أيضا، كيف تنظرون إليه؟ نعم، تحية لك وللأستاذ بسام جعارة الصديق العزيز ولمشاهدي قناة المغاربية. الموضوع الحقيقة موضوع عميق وأقدم من موضوع قطع العلاقات، قد يكون هذه أشبه بالقشة التي قصمت ظهر العلاقات الدبلوماسية بين دولتين يمثلون طرفي صراع، صراع فكري، صراع ايديولوجي، صراع استراتيجي، صراع في الهيمنة والنفوذ على مناطق تتعلق بالإقليم المحاذي لكل من هذين البلدين. أيضا هناك صراع أشبه ما يكون دفين كان إلى حد ما في موضوع استشراء النفوذ الإيراني المذهبي وبحجة المذهب تحديدا في دول تشكل خاصرة مهمة من خواصر الأمن القومي السعودي، وأقصد هنا اليمن والعراق وسوريا وأجزاء أيضا من مناطق أخرى تتعلق بحدود السعودية القريبة كالبحرين والمنطقة الشرقية في داخل المملكة. إذن موضوع قطع العلاقات موضوع كان لابد منه، ولكن كان يحتاج إلى قشة. هذه القشة كانت إعدام النمر، والتي تعلم السعودية علم اليقين أنها ستثير ردود أفعال كبيرة، وأنها كانت تنتظر أي إساءة تصدر من إيران اتجاه المملكة العربية السعودية بأي شكل كان، سواء كان في داخل إيران أو في الدول التي تمثل امتداد للحكم الإيراني كالحكومة العراقية أو كنظام بشار الأسد وحزب الله في لبنان. وهذا ما حصل فعلا، حيث يعني ردود الأفعال كانت في طهران كبيرة جدا في إيران، وردود أفعال أكاد أقول أنها أكبر في العراق. ثم شاهدنا جميعا تهور نصر الله في خطابه الهستيري تجاه إعدام النمر، والذي كان الحقيقة يمثل طفرة نوعية في خطابات حسن نصر الله عندما نقارنها بما خسره هو من يعني أشخاص كانوا يمثلون أعمدة في حزب الله وأعمدة في عقيدة حزب الله كالبيطار، ومن قبله كان أيضا الشخصية الذي اغتيل في دمشق أيضا عماد مغنية. نعم، لم يكن نصر الله متوعدا ومزمجرا كما ظهر نتيجة إعدام النمر. إذن هي القضية أعتقد محسوبة من السعودية، محسوبة بتداعياتها أيضا، والسعودية لا تريد أن تسري المياه من تحت يعني سجادتها ومن ثم تفاجئها في الرياض أو في مكة أو في مكان آخر. النفوذ الإيراني متمدد والنفوذ الإيراني متمكن، لذلك أعتقد أن السعودية كان الهجوم الذي عملته من خلال عملية الإعدام ومن ثم قطع العلاقات هي أشبه ب هجوم من أجل الدفاع وليس هجوم من أجل الهجوم، لأن السعودية وضعها حتى هذه اللحظة وضعا ليس بالقوي وليس بالمتمكن مقارنة بالنفوذ الإيراني الذي يعني تمكن من ثلاثة أنظمة في دول عربية ويسيطر بشكل عام على الجو السياسي والعسكري في لبنان، والبحرين وضعها كما نعلم وضعا ليس مريحا. لذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تراهن من خلال
هذا القرار وتبعاته على الدول العربية الأخرى من أجل خلق جبهة قومية وليست دينية اتجاه التصرفات الإيرانية وتحت ذريعة السفارة طبعا وما جرى لها في طهران وفي مشهد. طيب سؤالي لك ربما أستاذ بسام جعار، يعني كيف تفهم مغامرة إيران بعلاقتها مع السعودية لشخص هو بالأصل مواطن سعودي هو النمر، يعني كيف يمكن أن نفهم هذا حسب وجهة نظرك بالنظر لكل تداعيات التدخل الإيراني بالمنطقة؟ اسمح لي أحييكم بداية، أحيي الأخوة المشاهدين واللي بدي أقوله ندفع الآن ثمن السياسات العربية الخاطئة منذ عشرات الأعوام بل منذ مئات الأعوام. خليني أقول بكل وضوح، الأمر لم يبدأ أمس مع إعدام النمر ولم يبدأ حتى مع ما يسمى قيام الثورة الإيرانية. كان هناك الشاه احتل الجزر العربية والموقف العربي كان مغزيا. بالأساس هناك مشروع صفوي فارسي، أقلية فارسية تحكم إيران، جاء بها الغرب في منتصف عشرينات القرن الماضي وفي ظل غياب مشروع عربي بالمقابل، وكان هناك فعل ورد فعل. كما قلت ندفع ثمن غياب المشروع العربي، ثمن السياسات العربية الخاطئة، ثمن تآمر على العراق الذي كان يمثل البوابة الشرقية للوطن العربي، كان هو الكفيل بصد هذه الهجمة الصفوية الفارسية. بكل أسف بعض العرب تآمروا على صدام حسين، أنا لا أدافع عن سياسات صدام حسين، ربما أخطأ وأكيد أخطأ، ولكن كل أخطاء صدام حسين لا تبرر التآمر مع الصفويين مع الفرس ومع الأمريكان لإسقاط هذا النظام القومي العربي. اللي بدي أقوله بكل وضوح، حتى الآن ما زلنا في مرحلة ردة الفعل. إيران ليست دولة قوية على الإطلاق، إيران منهكة اقتصاديا، حتى أسلحتها قديمة. يمكن تستغرب إذا قلت لك أن طيران الإمارات قادر يقصف كل إيران دون أن يستطيع الطيران الإيراني، ولكن لا توجد إرادة فعل، لا يوجد قرار. وبكل أسف بعض العرب كل العرب ما زال خانع لأمريكا، يتلقى الطلبات الأوروبية والأمريكية وينفذها دون سؤال ويدفعون، وهذا هو الأهم سبب تخاذلهم في سوريا. أنا أقول هذا الكلام بوضوح، منذ 5 سنوات كان يمكن كسر المشروع الصفوي على الأرض السورية، ولكن كان اللعب بكل أسف لصالح إيران في ظل غياب الإرادة العربية. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن حتى الآن لم يتعلموا. إيران الأمر لا يتعلق بالنمر، النمر هو مجرد عميل إيراني، الأمر يتعلق بمشاريع. عندما يقول نائب قائد حرس الثوري قبل أيام أن وجود إيران أكبر من الخريطة الإيرانية، قال أننا وصلنا إلى البحر الأبيض المتوسط، بمعنى آخر هم يتحدثون من صنعاء إلى طنجة، وهناك مخططات حتى في الجزائر أرسلوا أمير موسوي لينشر النفوذ الإيراني، والعرب صامتون. بل أكثر من ذلك، بعض العرب ما زالوا يصطفون مع إيران بشكل واضح وجلي، أبدأ بالحديث من الجزائر إلى عمان مرورا حتى بتونس وبقية الدول التي دفعت لها السعودية الرز، دفعوا لهم الأموال ولكنهم لم يفعلوا أي شيء. طيب. مثال السيسي أمثلة أكثر من أن تعد أو تحصى، تركت المملكة بلا دعم. بس أنا اللي بدي أقول مرة أخرى، صد المشروع الصفوي يبدأ من صنعاء إلى دمشق مرورا بالرمادي. طيب أحولها حديثك للسيدة سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي معنا من الرياضة. بعد الترحيب بك سيدة سليمان العقيلي، يعني كيف تقيمون يعني بعد مرور قرابة الأسبوع على قطع العلاقات مع إيران ردود الفعل العربية، كيف تقيمونها؟ هل كانت في المستوى المطلوب أو كما كان يصف ربما سيد بسام شعارة لم تكن للمستوى الذي يرقى للخطر الإيراني الموجود في المنطقة؟ لا، في الواقع رد الفعل العربي ضعيف، وهو يعكس الضعف العربي والهوان العربي والهوان الذي أصاب الأمة بفضل سياسات حكامها. ومثل ما تفضل الأستاذ بسام، في ظل الهيمنة الأمريكية على القرار العربي، ولا شك أنه رد الفعل العربي ضعيف جدا، وهو سوى الخليجي والصومالي والجيبوتي، هو الجيبوتي عفوا السوداني، لا زال رد الفعل ضعيف. لكنه في الواقع انه ايران وحلفائها
ترجموا رد فعلهم إلى مظاهرات على الأرض وإلى تهديدات وإلى أعمال عنف. طبعا نحن نعرف أن إيران تتبع أسلوب الميليشيات وثقافتها ليست ثقافة دولة إنما ثقافة ميليشيا، ولذلك تعطي التوجيهات لميليشياتها عبر العالم العربي التي أسستها للتخريب والترهيب ولتعطيل الحكومات وتعطيل التنمية مثل ما بل وتعطيل حتى انتخاب رؤساء الدول مثل ما هو حاصل في لبنان. هي تعطي الأوامر لهذه الميليشيات كي تهدد وكي تزبد. طيب سنأتي للحديث عن الميليشيات، يعني حتى نبقى في موضوع الدول العربية يعني وما يشكله من خطر النفوذ الإيراني داخلها. يعني مثلا كما ذكر الأستاذ بسام، يعني بعض الدول يعني للسعودية الفضل عليها وسبق وأن قدمت لها الدعم، يعني خلال الاجتياح العراق للكويت مثلا دولة الكويت موقفها يعني يوصف أو يتابعه مراقبون أنه لم يكن في المستوى المطلوب. كذلك بالنسبة لمصر تلقت الدعم بالمليارات من طرف السعودية. يعني حسب رأيكم ذلك راجع لماذا؟ هذا قدر المملكة العربية السعودية أنها تبذل ولا تسأل، وأنها تعطي ولا تناكف، وأنها مواقف كل ما تقوم به في الواقع ليس مقايضة، وإنما هو في الواقع ناتج من موقفها العربي الإسلامي، وهي في الواقع في الجانب الإنساني والاقتصادي لا زالت مستمرة في هذا، حتى لبعض الدول التي مواقفها رخوة مثل تونس ومثل بعض البلدان الأخرى لا زالت المساعدات الاقتصادية مستمرة، لأنه في المملكة العربية السعودية ليست مثل النظام الإيراني يسلم بيد ويقبض بيد. المملكة العربية السعودية ترى أن لها دور ولها رسالة مهمة جدا في محيطها وفي عالمها العربي والإسلامي، وهي تتوقع أن يكون أشقاؤها معها، ولكنها قادرة، هي لديها بالفعل فعل الاقتدار ولغة الاقتدار السياسي والعسكري، وهي قادرة للدفاع عن نفسها، يعني لا تنتظر من الآخرين أو من دول أصغر منها أن يبوا لمساعدتها، ولكن هو في الواقع وحتى التضامن، يعني هو رمز للتضامن، يعني المشاركة في والتلاحم مع المملكة العربية السعودية لا شك يقويها، ما في شك أنه أيضا يعني يقض مضاجع الأعداء ويعطيهم رسالة مهمة عن وحدة الأمة وعن تلاحمها. ولكن في حال جرى قصور من بعض الأنظمة العربية الخانعة أو المتوجشة أو الخائفة أو المتواطئة، فهذا لا يهم المملكة العربية السعودية ولا تكترث له، لأنها في الواقع تعول على قدراتها الذاتية. طيب أرجو أن تبقى معنا السيد سليمان العقيلي، يتحول إليك الدكتور فارس الخطاب. يعني بغض النظر عن الدول التي لم تبدي موقفا واضحا أو اكتفت بدعوة الطرفين لنزع فتيل الأزمة أو الإصلاح ما بينهما كما عرضت روسيا وتركيا أيضا، نعود إلى العراق. يعني العراق من الدول التي اصطفت، يعني على العكس ليست فقط موقفها كان غير واضح ولكنها اصطفت إلى الجانب الإيراني، وذلك كان واضحا في تصريحات العبادي وكذلك المالكي. يعني وضع إيران كيف يمكن العراق كيف يمكن أن نفهمه في سياق التداعيات الأخيرة؟ يا سيدتي، العراق فقط اسم على الخارطة، ولا يصح أن نقول العراق اتخذ موقفا، وإنما يصح أن نقول الحكومة التي موجودة وتنيب عن الحكومة في طهران والمكلفة بإدارة الأمور لصالح حكومة طهران في بغداد وغيرها هي التي اتخذت موقف. يعني عندما نناقش موضوع الشعب العراقي، الشعب العراقي له رؤية في هذا الجانب ورؤية راسخة، يعني عندما يخرج جميع الناس ويطالبون إيران بالخروج من العراق في تظاهرات جماهيرية عفوية، ذلك يدل على قطيعة موجودة نفسية واجتماعية وسياسية بين الشعب وبين ممارسات إيران في داخل العراق. أما الحكومة العراقية التي يعني حكومة هزيلة ومنصبة من قبل إيران ومن قبل واشنطن، فهذه الحكومة الحقيقة الآن لا تستطيع أن تتخذ أي موقف
اتجاه أي قضية دون موافقة زعماء الكتل المسلحة بين قوسين الشيعية. أيضا مع الأسف أيضا أقولها بين قوسين، يعني احنا كنا شاهدنا المؤتمر الصحفي اللي خرج به رئيس عصائب أهل الحق مع العامري وغيره من الكتل المسلحة شديدة البأس والتي تستخدم العنف والإرهاب والخطف والتفجير، شاهدنا كيف خرج بمؤتمر صحفي وحدد نقاط وأنذر بنقاط وكأنه هو الذي يمثل الدولة وكأن الحكومة هي التي قررت هذه الأشياء، من ضمنها إعدام السعوديين المدانين والمحجوزين في السجون العراقية، من ضمنها مقاطعة البضائع السعودية، من ضمنها طرد السفير السعودي من بغداد. وفي لقاء آخر في لقاء تلفزيوني قال لو تمكنا من الوصول إلى السفارة بشكل منعزل لفجرناها، لكنها في الطابق الرابع من فندق الرشيد، وهذا يعني خروج جدران مساجد في ربما هذه ردود أفعال. أما يعني عندما نتكلم حتى المشاهد العربي يعرف، وحتى تبقى صورة العراق في ذهن المشاهد العربي هي صورة العراق مثل ما تفضل الأستاذ بسام حارس البوابة الشرقية. الملك عبد الله رحمة الله عليه في لقاء مع الشيخ ضاري أيضا رحمة الله عليه، لما كنا نتكلم بهذا الحديث عندما كان الشيخ ضاري في يعني موجودا في الحياة، تحدث إلي شخصيا بعد ما عاد من الرياض في عام 2007 وقال قال لي الملك عبد الله في جلسة خاصة: يا شيخ حارث، أتعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب قال اللهم اجعل بيني وبينهم جبنا من نار؟ فقلت له نعم. قال أتعلم يا شيخ ضاري أننا نحن من رفعنا جبل النار هذا؟ فقال ماذا تقصد يا جلالة الملك؟ قال صدام حسين. رجل كان يدافع بقوة العراق، بجيش العراق، بعقيدة العراق، اتجاه مد صفوي عارم ينتظر الفرصة من أجل أن ينساب وينساح في الأراضي العربية كما يعني كان ديدنه طيلة فترات التاريخ الماضي. إذن نحن أمام أخطاء كبيرة. العراق الآن أفرز كدولة أو كدويلة تابعة إلى إيران في كل مواقفها في كل إرادتها. العراق الآن عندما يعلن عن مقاطعة البضائع التركية والبضائع السعودية تبقى البضائع الإيرانية في العراق، وهذا يعني أن كل الاقتصاد وكل الأموال تذهب باتجاه طهران من أجل أن تصنع الصواريخ وتصنع الذخائر التي ستصب فوق رؤوس العرب سواء كانوا في اليمن أو في العراق أو في سوريا وغيرها. إذن على المملكة العربية السعودية أن تأخذ هذه المواقف وهذه المشاهد أخذ متدبر حكيم، لأنها صحيح تصدر عن كلمات من هنا أو هناك أو بيانات من هنا أو هناك، لكن هذه واقع الحال في العراق الآن، وعليهم أن يتخذوا المواقف الحازمة اتجاه العرب. أنا في الجزء الأول ذكرت العرب وليس المذهب أو الدين، لأن المشكلة في الأمة العربية أنها تركت البعد القومي لها، والآن تسعى المملكة من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب والاجتماعات المقبلة إلى إعادة هذه اللحمة، إلى إعادة هذا الجو العربي الذي يمكن أن يأخذ قرارات تضامنية مع دولة عربية عندما تتعرض لانتهاكات أو تتعرض لعدوان أو لاعتداء من دولة أخرى. طيب ما رأيك أستاذ بسام جعار، هل هناك وقت فعلا لإعادة هذا الشعور العربي للتضامن والتحالف مع بعض؟ يعني مؤخرا شهدنا يعني تحالف دولي ضد الإرهاب، تحالف إسلامي، لكن بقية تحالفات والبعض يسميها بشعارات، لكن المضمون من أول اختبار كما يراه البعض لم يكن النتيجة لم تكن كما كانت متوقعة بالنظر لما حصل فعلا في بين إيران والسعودية. دعني أقول أولا لم أكن أتوقع أفضل من هذه المواقف على الإطلاق. يعني المملكة العربية السعودية يجب أن لا تتحول إلى جمعية خيرية للمتسولين على أبوابها، وأعني تماما بعض الأنظمة. أنا أتفهم أن تقدم الدعم اللازم وهذا واجب للمحتاجين من العرب، ولكن ليس المتسولين الذين يلعبون تحت الطاولة ضد سياسات المملكة. أنا بدي أعطي مثال بس بسيط. السعودية قدمت المليارات لباكستان، باكستان خزلت المملكة في حرب اليمن وخزلتها أيضا في الموقف من إيران. يعني هل يحتاج السيسي إلى تجريب جديد لكي يقدم له أيضا المليارات؟ منذ أسبوع قدموا له دعما كبيرا، والسيسي يلعب على المكشوف، صهيوني أمريكي مع بشار الأسد، يقدم السلاح لبشار الأسد. يعني لا أتفهم
كيف لا تكون لدى المملكة استراتيجية واضحة تحدد منهم الأعداء ومنهم الأصدقاء؟ ثالثا، المواقف العربية ليست دعما للسعودية، يعني كان يفترض أن تكون دعم للدول العربية وليس للمملكة. يعني عندما يقف الكويت موقفا واضحا وقويا ضد إيران هو يدافع عن نفسه ولا يدافع عن المملكة. أنت تعرفين قصة خلية حزب الله، وكل يوم يتم اكتشاف خلايا نائمة، وبكل أسف الحكومة الكويتية لا تجرؤ على اتخاذ أي فعل مناسب ضد هؤلاء. المملكة السعودية اتخذت قرار واضح، قطع العلاقة، إعدام النمر كمجرم عميل لإيران، ومصير العملاء هو القتل فعلا. اللي بدي أقوله بكل وضوح، على المملكة أولا أن تعيد النظر باستراتيجيتها في المنطقة وخارج المنطقة. أمريكا لن تنفع المملكة، لن تقدم لها الدعم. منذ أيام كان ترامب المرشح الأمريكي يقول أن أمريكا ستبيع السعودية لإيران. لا أعني بهذا الكلام أن إيران، أن السعودية ستكون خانعة. هي تملك إرادة، تملك شعب أصيل، تملك جيش قوي، تستطيع فعل الكثير، ولكنها بكل أسف ما زالت يعني لا تملك هذه الاستراتيجية الواضحة، بدليل أنها قدمت للجيش اللبناني الذي يقتل السوريين 3 مليارات دولار، وهذا الجيش هو أداة بيد حزب الله. كيف فعلت المملكة؟ أعرف أن الأمر تم بحسن نية وليس بسوء نية، ولكن هذا الخطأ تكرر مع مصر، يتكرر كل يوم مع أعداء المملكة العربية السعودية. أيضا مثال صغير بس واضح، الجامعة العربية اجتمعت لإدانة وجود عشرات جنود الأتراك في العراق. نحن نقصف في سوريا منذ أكثر من 100 يوم من المحتل الروسي، لم تنبس الجامعة العربية بحرف واحد. هل سمعت الجامعة العربية اتخذت موقفا واحدا ضد إيران؟ اللي بدي أقوله بكل وضوح، على المملكة أن تتكل ليس على الدول ولكن أن تراهن على الشعوب، والشعوب مع شعب المملكة. طيب ما هو رأيك سيد سليمان العقيلي؟ يعني كان يتحدث، ربما هذا أربطه بحديث ولي العهد بالأمس، كان له تصريحات لصحيفة الإيكونوميست أو مجلة الإيكونوميست البريطانية، وقال بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعرف أو تلعب دورها في منطقة الشرق الأوسط، وقال أنها تدرك أنها البلد رقم واحد في العالم وعليها أن تتصرف من هذا المنطلق. وقبل قليل قلت بأنك أوعبت على الدول العربية بأنه رهنت قراراتها للولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا كيف يمكن أن نفهمه؟ في أي سياق يمكن أن نضعه؟ أنا هو في الواقع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعني يرسل رسالة للولايات المتحدة بإيقاف التحيز، وبإيقاف الحماس تجاه إيران، وأن تكون على الأقل متوازنة. نحن لا نريد الولايات المتحدة مثل ما كانت السابق أن تكون حليفا، وإنما أن تكون على الأقل متوازنة في رؤية الاستراتيجية. رأينا كيف سمحت للمجرم بشار أن يضرب الشعب السوري ويقتل منه 300,000، ورأينا كيف هدد أوباما وقال أن الكيماوي خط أحمر وزالت الخطوط الحمراء كلها في سوريا. ورأينا السياسة الأمريكية في العراق وفي وحتى في اليمن. في اليمن لو كانت الإرادة السعودية ضعيفة وليست يعني مدركة لأبعاد البعاد الجيوسياسية، ولو استجابت للضغط الأمريكي لتوقفت العملية العسكرية في اليمن وسلم الحوثيون اليمن كله. ولكن سأتي للحديث عن اليمن لو سمحت الأستاذ سليمان، يعني سأتي إليها اليمن، لكن قبل ذلك يعني ضيوفك أن يتحدثوا مثلا لو ضربنا نموذج العراق مثلا، يعني السعودية ساهمت في احتلال العراق، وسبق لسعود الفيصل رحمة الله عليه أن قال بأن أمريكا سلمت العراق على طبق من فضة إلى إيران. يعني ضيوفي قبل قليل يتحدثون على سياسات معينة من طرف المملكة هي التي دفعت بهذا التغول الإيراني وإلى ما وصل إليه الوضع اليوم. كان هناك شراكة أمريكية سعودية في السابق، وكانت هذه الشراكة تسمح ببعض التسهيلات، إنما لم يكن غزو العراق قرارا سعوديا،
هو كان قرارا أمريكيا إيرانيا، ولكن المملكة العربية السعودية لم تدعم هذا الغزو لا عسكريا ولا لوجستيا، وكان لها ملاحظات كثيرة على هذا الغزو، ونبهت الأمريكيين إلى مخاطر نتائجه على المنطقة. ولكن يبدو أن واشنطن كان لها سياسة معادية ضد العرب وضد السنة بعد أحداث سبتمبر، وكانت منجرفة نحو التلاحم مع طهران ومع الصفويين حلفائهم الصفويين في المنطقة، وكانت في طريقها لتسليم المنطقة إلى إيران. الآن المملكة العربية السعودية أنا في تقديري إنها مدركة لهذه الأمور، وأصبحت يعني تقف في وجهها. ومن يعني الملفت أن المملكة العربية السعودية صارت هي الدولة المقاومة للهيمنة الاستعمارية الأجنبية على المنطقة، ليس فقط أمريكا، إنما أمريكا وروسيا، وما زالت في الواقع مقاومتها يعني تتسم بالمقاومة السياسية والمقاومة أيضا في دعم الشعوب. طيب أرجو أن تبقى معي سليمان العقيلي، أرجو أن تبقى معي، أريد رأيك أيضا في ملف اليمن، لكن قبل ذلك أخذ رأي الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من ليفربول. أهلا وسهلا بك سيد والدكتور محمد جميح، وكيف تنظر لقطع العلاقات ما بين السعودية وإيران، وللمفارقة وللعجب أن تكون تعز ومضايا يعيشون نفس الحصار ونفس التجويع ممن يصفهم البعض بأنهم أذرع لإيران في المنطقة؟ هذا صحيح. دعينا نبدأ بالحصار على مضايا وتعز. يعني الشيء اللافت للنظر أن الأساليب والإجراءات والأدوات والطريقة واحدة في مضايا وفي تعز. الحوثيون ميليشيا وحزب الله ميليشيا، هذا يحاصر مضايا والحوثيون يحاصرون تعز. حالة الإنكار أيضا، حالة الإنكار موجودة في تعز وموجودة في حصار مضايا. حزب الله ينكر أنه يحاصره، الحوثيون ينكرون. كذلك موقف الأمم المتحدة، هناك تشابه كبير، الأمم المتحدة عاجزة عن فعل أي شيء للمدينتين. في تعز عندنا سلمت مواد إغاثية ويعني طبية وغذائية، سلمتها للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في تعز، ولكن المدينة التي المحاصرة والتي فيها ما يزيد على ما يقارب ربع مليون نسمة، هذه لم يصلها شيء من المساعدات الإنسانية، والشيء ذاته في مضايا. يعني إلى الآن لم يصل إليهم شيء، وأكثر من 40,000 ربما السيد بسام جعرة يعرف أكثر مني في هذا الموضوع، يعانون خطر المجاعة والموت، بل الموت. هذا يعني أن المنتج للكارثة العربية في القرن 21 والراسم لهذه الكارثة والمعد لها والمخرج لها هو مخرج واحد يقع في مكان ما على الكرة الأرضية ويعطي تعليماته لحزب الله في لبنان على أراضي سوريا، ويعطي تعليماته لجماعة إيران في اليمن الحوثيين، ويعطي تعليماته لجماعة إيران في العراق ميليشيا الحشد الشعبي. طيب دكتور محمد جميح، يعني توصف اليمن ربما تكون الأوفر حظا بأن حاضت بتدخل تحالف عربي مباشر من أجل إعادة الشرعية والتصدي للحوثيين، يعني على ضوء الموقف الأخير الذي وقع بين إيران بين الرياض وطهران، كيف تتوقع أن ينعكس ذلك على التحالف وعلى المواجهة مع الحوثيين حسب رأيك؟ طبعا انا في تصوري ان ايران تستخدم علاقاتها الدبلوماسيه ليس لتنميه وتطوير العلاقات الدبلوماسيه والاقتصاديه، وانما هي تركز دائما على البعد، ما تسميه البعد الثقافي، الثقافه الاسلاميه، الثقافه القرانيه، وهذه كلها مسميات فضفاضه وواسعه لنشر التشيع، وليس التشيع الحقيقي، وانما نشر التشيع بصفته الايرانيه الصفويه الممثله حديثا في ولايه الفقيه.
وبالتالي نحن غير مستفيدين من هذه العلاقات الإيرانية العربية. لم تستفيد منها السودان، واكتشفت أن هناك خلايا لبث التشيع بين السودانيين، وكان أن أغلقت منذ فترة مكتب التمثيل الثقافي الإيراني، ثم أخيرا لحقت المملكة في إعلان قطع العلاقات. الصوماليون قبل أسبوعين يكتشفون أن عمال الإغاثة الإيرانيين الذين أتوا كإخوان وكمسلمين يعاونون الشعب الصومالي الشقيق، اكتشفوا أنهم يعملون على أجندة مختلفة تماما عن الأجندة الإنسانية والإغاثية، وبدأ بعض المجاميع يتشيعون. وهنا نحن ليس لدينا أي اعتراض على حرية المعتقد أو حرية المذهب أو حرية الدين، فمن شاف اليوم ومن شاف اليكفر، لكن المشكلة أن إيران تستخدم هذه الذريعة من أجل أن تسيء وأن تخلخل أمننا القومي العربي، بينما هي لا تؤمن بحرية المعتقد أو بحرية الديانة أو المذهب داخل إيران. لا يوجد للسنة كما هو معروف مسجد واحد في طهران، ولا تسمح إيران لوفود سنية بأن تذهب إلى إيران للتسنين إنجاز التعبير. حتى الأزهر الشريف مع أنه مؤسسة إسلامية معتدلة لا ليس له مكتب تنفيذ، وقد طلب من الإيرانيين مكتب تنفيذ هناك في إيران لكنهم رفضوا. إذن لماذا يسمحون لأنفسهم بالتبشير بالتشييع الصفوي بينما لا يسمحون للآخرين بالذهاب للتسنين إنجاز التعبير؟ ثم هناك نقطة مهمة، دليل على أن إيران إنما تستخدم أو تستعمل التشييع من أجل شق الصف العربي والإسلامي، أن إيران لا تبشر بالإسلام في أوساط غير المسلمين، يعني هي لا تدعو المسيحيين. ليس هناك قلة قليلة من الجهد الإيراني أو جهد قليل إيراني ينصب إلى تحويل غير المسلمين إلى الإسلام، لكن كل الجهد الإيراني ينصب على تحويل السنة إلى الشيعة من أجل ليس لأجل السنة ولا لأجل التشيع ولا للتسنن ولا لشيء من هذا، إنما من أجل خلق بلبلة داخل الصف الإسلامي. ولو كانت إيران حريصة على الإسلام لدعت غير المسلمين إلى الإسلام، لكن لماذا تركز جهودها على دعوة السنة إلى التشيع من أجل خلق بؤر تمثل طلائع الاستعمار الإيراني الجديد؟ طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد جميع حتى نواصل ربما على نفس النسق، لكن مع الدكتور فارس، يعني إذا ما عدنا إلى الدول الغربية كيف ترى موقفها؟ يعني هناك حالة اصطفاف واضحة لدى الدول العربية، لكن ماذا عن الدول الغربية؟ يعني في صحيفة The Week الأمريكية، يعني هناك صحفي لي سميث يتساءل، يعني يقول كيف يعني نفهم هذا الوجهة نظر الأمريكية تبدو وكأنها أكثر منها مع إيران مع السعودية، هي مع إيران أكثر منها مع السعودية، يعني هذا ماذا يمكن أن يفسر حسب رأيك؟ نعم، هاي حقيقة واقعة الحقيقة، موضوع يعني التعاطف الغربي وخاصة الولايات المتحدة مع طهران، الحقيقة هذا منذ زمن وليس في حادثة السفارة السعودية في طهران أو في مشهد. السياسة السعودية سياسة ليست منضبطة بشكل أيديولوجي، الغرب يتعامل مع الدول على أساس قدرتها على استشراف المستقبل، وأي دولة ليس لديها قيادة تستطيع أن تستشرف المستقبل فهي لا تستطيع أن تكون قائدة بالأصل لمجاميعها أو للمجاميع الإقليمية. إيران أثبتت للأمريكان أنها قادرة على ضبط الأمور، قادرة على أن تستخدم نفوذها في مناطق عديدة، واللي تفضل بها دكتور محمد هذا التمدد الأخطبوطي إذا صح التسميته في دول عربية، من خلال تشيع الناس ومن خلال تصدير الثورة وفق هذا المفهوم. الحقيقة أثبت للإدارة الأمريكية أن هذه الإدارة إدارة قادرة على أن تحدث فعلا على الأرض وأيضا بالمعتقدات وفق رؤية تحددها قيادة هذا البلد. أما في السعودية أو في الدول العربية الأخرى هذه الحقيقة لم تجدها الإدارة الأمريكية، بل وجدت سيد من الأزمات تصدرها هذه الدول لواشنطن وتطلب منها أن تتدخل من أجل حمايتها. هل العيب في الدول العربية أم أن الولايات المتحدة هي من تريد أن تضعف طرفا لحساب الطرف الآخر؟ هو في الحقيقة الولايات المتحدة لديها مصالحها ولديها رؤيتها وقراءتها للمنطقة، وأيضا لديها أجندة يعني على مدى لا يقل عن 50 سنة مستقبلا مقروءة المنطقة بشكل عام. تبقى بعض التفاصيل قد تتغير هنا أو هناك، لكن بشكل عام الولايات المتحدة تخطط ل50 سنة يعني مقبلة، وليس الرؤية هي رؤية 5 سنوات أو 2 سنين. لكن العيب هو في حكوماتنا، وكما ذكرنا وذكر الأستاذ سليمان وذكر الأستاذ بسام، موضوع
تآمر العرب على بعضهم البعض. يعني نحن الآن نشهد حالة جديدة وهو التآمر على المعارضة السورية مثلا، كما تآمروا على المقاومة العراقية لمصلحة من لا تعلمين. يعني أنا شخصيا أستغرب عندما تكون هناك قيادات في الخليج، سواء في المملكة أو في الإمارات أو في أي قطر خليجي، عندما يحددون موضوع الدعم بمقدار ابتعاد أو اقتراب هذا الفصيل المقاوم أو ذاك من الإخوان المسلمين. أين قضيتنا من هذه الجزئية؟ نحن نتحدث الآن عن نظام في مصر أسقط الإخوان المسلمين بمساعدتهم، ماذا قدم للموقف العربي اتجاه إيران منذ أن يعني وصل السيسي إلى الحكم إلى الآن؟ نحن لسنا ضد هذا أو ذاك، لكن عندما نقرأ الخارطة السياسية نجد هناك تخبط في مسألة الدعم للأنظمة أو للفصائل على حساب أنظمة وفصائل أخرى، وقد تنقلب الآية مع تغير مصالح المملكة أو الدول الخليجية الأخرى، وهذا ما أوصلهم إلى حالة من التقوقع والانكفاء، لم يجدوا مفرا من أن يعلنوا الحرب الدبلوماسية على إيران من أجل استعطاف الدعم العربي والعالمي والإقليمي للوقوف بوجه ما يجري في المنطقة، لأنهم هالكون إذا بقى الوضع على هذا الشكل. أستاذ بسام جعرة، يعني ما هو رأيك؟ يعني إيران قامت بإعدام نحو 700 شخص في النصف الأول من العام الماضي حسب منظمة العفو الدولية، يعني بالإضافة إلى انتهاكاتها في سوريا، في العراق، في بقية الدول، لكن الدول الغربية لا تنظر لمثل هذه الأمور، لا تدين بها. إعدام النمر أثار زوبعة إعلامية لدى الغرب، وكانت حملة من التنديدات، واتهمت السعودية بأن هي من استفزت الطرف الآخر. كيف نقرأ ذلك حسب رأيك؟ خليني أذكر أولا، قبل إيران أمريكا هي الدولة الرابعة بالعالم في تنفيذ حالات إعدام، هذه حقيقة والوثائق تؤكد ذلك، والجميع يصمت، منظمات حقوق الإنسان تصمت، الكل يصمت على الإطلاق. الأمر لا يتعلق أبدا لا بإعدام النمر، لو كان الأمر يتعلق بعقوبة الإعدام كانوا تحدثوا عن 45 سنة تم إعدامهم في المملكة مع نمر النمر، ولكن كل هؤلاء لم يعنوا أي شيء بالنسبة للعالم، فقط نمر النمر العميل الإيراني استحق كل هذه الضجة. أيضا خليني أقول بكل وضوح، يعني المسؤولون الأمريكيون يقولون كل يوم أن أمريكا، الإدارة الأمريكية تصطف مع إيران، والعرب لا يريدون أن يصدقوا هذا الكلام. السيناتور جراهام قالها من 3 أشهر خلال استجواب وزير دفاع ورئيس الأركان. المرشح الأمريكي ترامب قالها كل يوم، هناك أدلة. حتى أوباما منذ يومين خلال مكالمة هاتفية أمس مع العبادي قال على تركيا أن تنسحب من العراق. أنا بتسأل ليش أردوغان ما بيقول له لأوباما اسحب طائراتك من قاعة انجرلك؟ بكل أسف ردود ضعيفة، كل شيء ضعيف. أيضا ممثل خامنئي قال أمس الأول أن وجود السفارات العربية في طهران وصمة عار، وأنا أقول وصمة عار على العرب إذا أرسلوا سفارات، ولكن ماذا فعل العرب كرد فعل على البغي الأمريكي، على العدوان الغطرسة العربدة الإيرانية؟ لا شيء. بدي أقول بس كلمة واحدة، لماذا اصطفت أمريكا مع إيران؟ بعد سقوط الاتحاد السوفيتي العدو هم أهل السنة، حتى يتم اختراع عدو جديد وربما يكون العدو الصيني القادم. طيب معنا أستاذ سليمان العقيلة، يعني الآن نتساءل، يعني على ضوء كل ما ذكرته وذكره ضيوفي، كيف نتوقع إذن التسويات السياسية القادمة؟ والسعودية ترعى يعني مؤتمر الرياض وقامت بجمع أطراف المعارضة لتشكيل وفد موحد مفاوض، يعني تأثر العلاقة بين السعودية التي تقف إلى جانب المعارضة ومع إيران التي تقف يعني بكل الطرق إلى جانب بشار الأسد، كيف تتوقع على ضوء ذلك التسويات السياسية القادمة في سوريا؟ إذا تسمحي لي أختي الكريمة بس إضافة لما قاله الإخوان في موضوع التوصيف والواقع، إيران يعني توحدت مع كافة الطوائف الشيعية في العالم، بينما الأمة، وأقصد بذلك الأمة الإسلامية السنية، تعاني من حالة انقسام سياسي وانقسام حتى يعني ديني وثقافي وفكري. ومثل ما تفضل الإخوان هناك يعني حروب داخلية عربية أو وطنية حتى داخل كل قطر، وسواء على المستوى الفكري أو على المستوى
السياسي، وهناك حالة يعني وهناك رغبة في التصفية السياسية ورغبة في التهميش، وكل هذا يجلب المعاناة للوطن وللأمة بصراحة. ولذلك فالمعاناة أكبر من مسألة يعني مسألة القيادة، يعني في الواقع يعني المعاناة لها ملامح كبيرة داخل كل قطر عربي وعلى مستوى الثقافي. يعني نحن نعلم في عالمنا الإسلامي أنه السنة ليس لهم مرجعية واحدة مثل الشيعة، ولا يقبلون بمرجعية تحدد لهم، لأنهم يرفضون ثقافة القطيع وهم يعني والثقافة أو الفقه في العالم السني وفي الواقع وفقه نير يساعد على الاجتهاد وعلى المبادرة. ولذلك لا يوجد حتى مع وجود الأزهر لا يوجد إلزام لمرجعية واحدة سنية تستطيع تقول أنها تلزم الأمة. وكذا الأمر في السياسة، لا يوجد في الواقع حتى الآن دولة تستطيع أن تجمع شتات هذه الأمة الممزقة. ولذلك فالوضع في الواقع الأمر هو يعني كبير ومعقد، ويعني لا يخص دولة ولا يخص قطاعا أو موضوعا واحدا. فيما يتعلق بسؤالك أختي الكريمة، مستقبل التسمية في وجهة نظري يتوقف على موازين القوى، موازين القوى الجيوسياسية وموازين القوى الميدانية والعسكرية. لا شك أنه بعد دخول الروسي لسوريا اختلت موازين القوى نسبيا، مع الاحتفاظ بحق الرد. يعني لا زال أمام السوريين وداعمين فرصة لمقاومة هذا الخلل وتصحيحه، والفرصة قائمة، بل هي في الواقع أن التدخل الروسي لا زال يعاني، وروسيا لا زالت في الواقع تجامل المملكة العربية السعودية بشكل واضح وتراعي خاطرها السياسي. وهذا في الواقع يأتي انطلاقا من مخاوفها أن تتحول سوريا إلى كارثة مثل ما كان الأمر في أفغانستان، عندما يعني تم دعم المجاهدين الأفغان وتحولت أفغانستان إلى مأساة للروس. ونفس السيناريو الأفغاني يبدو أنه في طريقه لروسيا، لأنه سعر النفط الآن يتهاوى والاقتصاد الروسي يتراجع فيما يشبه الانهيار. وأنا أعتقد أن سعر النفط أيضا محدد من محددات الصراع في المنطقة، وهو صراع ضخم وكبير، صراع له يعني بعد جيوسياسي وله بعد أمني، وهو في الواقع إذا لم ينتصر العرب فيه فالقادم هو التقسيم، تفتيت المنطقة العربية، تقسيم سوريا وتقسيم العراق. طيب هذا مشروع قائم وينبغي أن نواجهه بكل قوة. شكرا جزيلا لك، عذرني فقط لضيق الوقت. سيد سليمان العقيل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الرياض، نشكرك جزيل الشكر. ولعلي في نفس السياق تحول إلى الدكتور محمد جميح، يعني لعل اليمن هي كانت من أطول مشاوير الحلول السياسية كانت في اليمن، يعني انطلاقا من المبادرة الخليجية إلى الحوار الوطني وصولا إلى اللقاءات التي تعقد بين الحين والآخر برعاية أممية في جنيف. يعني كيف ترى مسار هذه التسويات السياسية، وهل هناك أي أمل من أن تغني عن الخيار العسكري؟ هو في الحقيقة يعني مثل اليمن في الحقبة التاريخية المعاصرة والحالية مثل حجر الزاوية في المشروع القومي العربي، فيما يخص وجود تحالف قوي استطاع أن يبعد اليمن أو أن يقطع اليد الإيرانية عن اليمن، وأن يجعل اليمن شأنا عربيا بمواجهته لوكلاء إيران في هذا المد في جنوب الجزيرة. إيران بالطبع تحاول بين الحين والآخر أن تمد
وكلاءها في الداخل بكثير من المساعدات، وخاصة الأسلحة عن طريق التهريب، لأن القرار الدولي 22/16 يمنع ويحرم توريد أي نوع من أنواع الأسلحة للانقلابيين في الداخل، ويعترف بالحكومة الشرعية حكومة الرئيس هادي، وبالتالي لا تستطيع إيران أن تجاهر بدعمها العسكري للحوثيين إلا عن طريق التهريب وفي الخفاء. فيما يتعلق ببعض الإشارات التي لم أتمكن من إيصالها في عن السؤال الأول حول التجاذبات السعودية الإيرانية والوضع اليمني، إيران حاولت أن ترد على الإساءة الدبلوماسية التي واجهتها أو التي بنيت بها أو التي كانت ضد السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد. عندما استنكر العالم كل ما حصل، أرادت إيران أن تغطي على هذه الفضيحة الدبلوماسية بافتعال أو بتزوير أو باختراع خبر ليس له أساس من الصحة، لأن التحالف العربي ضرب السفارة الإيرانية في صنعاء، كانت كذبة واضحة، لأن السفارة الإيرانية لم تضرب، الحكومة اليمنية قالت أنها لم تضرب، وكالات الأنباء نقلت من صنعاء أن السفارة الإيرانية لم تضرب، لكنها أرادت أن تغطي على فشلها في حماية السفارة السعودية أو على تحريضها ضد السفارة السعودية. على كل الحل السياسي في اليمن، أنا في تصوري أنه في الأخير سيكون هناك حل سياسي، لأن الحلول السياسية هي الحلول الأنجع وهي الحلول الأسلم، لكن هذا الحل السياسي لابد الوصول إليه من حل عسكري يرغم الأطراف الانقلابية التي لا تزال إلى الآن ترفض قرار مجلس الأمن الدولي والانصياع له. لابد من وجود حل عسكري يرغمها على الجلوس لطاولة المفاوضات وتنفيذ القرار. اليوم المقاومة الشعبية والجيش الوطني الجديد في أول مديرية محافظة صنعاء العاصمة في مديرية نهم من جهة مأرب، واليوم التحالف والجيش الوطني على سواحل البحر الأحمر بعد أن أخذوا من ميديا الاستراتيجي الذي كان الحوثيون يعولون عليه ليكون في أقل الاحتمالات إذا ما انحصروا في إقليم واحد أن يكون لهم ميناء، وهذا الميناء هو ميناء ميدي الذي يتبع محافظة حجة التي هي ضمن الإقليم الذي يكون فيه الحوثيون وهو إقليم أزال. لكن التحالف العربي بانتزاع هذا الميناء أفشل حتى المشروع الإقليمي أو المشروع الأقاليم. شكرا لك جزيلا دكتور محمد جميع، واعذرني فقط يعني لضيق الوقت، بقت معي دقائق اوزعها على ضيوفي، وفيه تفاصيل كثيره في اليمن لعل نفرد لها حلقات بالاكمل. يعني تسويه سياسيه في اليمن، ماذا عن العراق؟ يعني كيف يمكن من ايجاد حلول سياسيه تلجم ايران وتبعد المنطقه على كارثه الحرب؟ يعني لو سالنا اي شخص قبل 10 سنوات من الان كان يستحيل ان يتوقع ان يقع ما وقع في العراق ويقع ما وقع في سوريا وفي باقي المناطق التي تشهد كل هذه الازمات، كيف يتم ذلك حسب رايك؟ نعم، لا حلول سياسيه في العراق في ظل هيمنه ايرانيه مطلقه. هناك محاولات امريكيه من اجل خلق جو لقبول موضوع الأقاليم، هناك أيضا من يستهوي هذا الموضوع من بعض الزعامات العشائرية والسياسية العراقية في هذا الموضوع. إيران تريد العراق بشكل كامل، أمريكا أيضا تريده بشكل كامل، لكن تريد أن تقسم مناطق نفوذ بحسب الولاءات وبحسب مصادر الطاقة والمعادن الموجودة في العراق وقربها أو بعدها أيضا وتأثيرها الإقليمي على كل جهة. أعتقد أن الحل في العراق ليس ممكن وغير ممكن على المدى المنظور، وهناك تطورات في ظل الأزمة السعودية الإيرانية، هناك تطورات أعتقد سيكون ميدانها وساحتها الرئيسة هو العراق بعد ما ننظر نتائج الاجتماع المقبل للمعارضة السورية مع النظام السوري وما ستؤول إليه. أعتقد أن المعول الرئيسي في الصدام غير المباشر بين السعودية وبين إيران ستكون على الساحة العراقية، ومن ثم سنشهد ماذا ستنتج هذه الصدامات. قبل أن أعود التسوية في سوريا، أخذ مشاركة الدكتور عبد الرحمن جميعان عضو أمانة منتدى المفكرين المسلمين ينضم إلينا من الكويت. دكتور عبد الرحمن جميعان، يعني تحدثنا على كل ما تتخبط فيه المنطقة العربية من مأساة ومشاكل، كان آخرها ما يقع الآن من أزمة بين الدول العربية وإيران. يعني في رأيك أنت ما هو الحل بالنسبة للمنطقة العربية؟ يعني الجميع مشتركون في الحديث بأنه فعلا نمر بمرحلة ضعف عربي وتفتت استغلت من الطرف الآخر في التغلغل والمزيد من النفوذ. في رأيك ما هو الحل للتصدي لمثل هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة القضية أولا هي قضية داخلية، يعني هناك ينبغي أن ننتبه، لابد من الحكومات أن تعي قدرة الشعوب على التغيير وعلى التفاهم وعلى القوة، قوة الحكومات في شعوبها. أول مرحلة من مراحل القوة ينبغي أن تصطلح كل الحكومات العربية والخليجية مع شعوبها في أي طريق كان. لا ينبغي أن يكون هناك أي انفصال، خاصة في هذه الأزمة الحالكة المظلمة اللي ما نعلم إلى أين تسير. هذه قضية مهمة جدا. المسألة الثانية، لابد أن يتحد حكام العرب. هذه مسألة لابد أن يتحدوا على الخطر. ما هو الخطر المحدق فيهم اليوم؟ أنا أظن بأن قضية المشروع الإيراني بدأت تتساقط، هذا أمر واضح جدا، لكن إيران تحاول أن تفرقع شيئا من البالونات، أن تفرقع شيئا في الهواء حتى تثير الرأي العام وغيره. أما كقوة إقليمية بدأت في هذه الأيام تنهار، والوضوح أمامنا والدلائل كثيرة حقيقة، يعني في سوريا وفي العراق وفي غيرها وإلى آخره. فالمسألة ما هي مرتبطة بالخارج بقدر ما هي مرتبطة بالداخل. نعم هناك ضغوطات خارجية، لكن الداخل هو الأهم. ينبغي أن يضبط الداخل، كيف أنت تستطيع أن تواجه عدوك وأنت مفكك. هذه القضية. لكن الموقف السعودي الآخر تراه يدفع بهذا الاتجاه، يدفع إلى الاتحاد أكثر واتخاذ مواقف أكثر حزما قد تحافظ على المنطقة من الانهيار الذي يتوقعه الكثيرين إذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل. ما سمعت في الأول إيش؟ يعني ترى المواقف الأخيرة للسعودية تدفع بهذا الاتحاد للاتجاه للوحدة؟ لا، هذا أمر جيد، كونهم يتحالفون، كونهم يتحدون، كونهم إلى آخره يشكلون وجهة نظر واحدة، لكن هذا ما هو بكافي. هذا قد ينفرط، خلاص تنتهي المسألة ينفرط. لا، نحن نريد أشياء قائمة على الأرض، أشياء راسخة. نحن دين واحد، عقيدة واحدة، عروبة واحدة إلى آخره، عدو مشترك. لماذا لا يكون الاتحادات أكثر وأكثر وأكثر؟ وعندنا تجارب في يعني الاتحاد الأوروبي كيف توحد، عندنا مجلس الخليج العربي لماذا لا يعني لا يتقوى وتكون قراراته نافذة وقوية على المنطقة وعلى الشعوب إلى آخره. أمور كثيرة، لكن الحقيقة هو تراخي في الحكومات. طيب، تراخي في الحكومات هذا الذي جعل الشعوب تتراحل أيضا وتخشى من شيء اسمه إيران. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن جميعان، عضو أمانة منتدى المفكرين المسلمين، أشكرك جزيل الشكر. تحول إليك أستاذ بسام جعارة. يعني بالنسبة لسوريا، ما هو الأمل، ما هو الحل؟ تسوية سياسية هل فعلا ممكن نعلق عليها حلا ما في ظل التوتر الأخير الذي وقع في المنطقة؟ بكل وضوح المسألة في سوريا تغيرت. نعم. المسألة الآن هي مسألة احتلال روسي للأرض السورية، لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في ظل وجود احتلال. لا. لأن هذا يعني أنهم يريدون أن نذهب إلى طاولة الاستسلام. بكل أسف المعارضة السورية وما يسمى بأشقاء وأصدقاء الشعب السوري ما زالوا يلعبون على حساب الدم السوري. عندما يتحدثون عن ذهاب إلى جنيف فهذا يعني أنهم يبيعون الوقت لروسيا لكي تنفذ مشروعها، يريدون فرض الاستسلام. واللي بدون أكثر من هيك، الحل الآن ولا يوجد حل آخر، دعم الشعب العراقي، دعم الشعب السوري، أيضا دعم أهلنا في الأحواز. المطلوب الآن تفكيك إيران، حكم الأقلية إنهاءه، دعم البلوش، دعم أهلنا في الأحواز. من يقوم بدعم هؤلاء؟ يجب على العرب، على المملكة وعلى غير المملكة أن يدعموا هؤلاء. المعركة واحدة لا تتجزأ على الإطلاق. إذا أردت أن تسقط المشروع الصفوي الفارسي فعليك أن تبدأي من الأحواز إلى دمشق. ما رأيك يعني في كلمتين أخيرتين، ما هو الحل بالنسبة للمنطقة العربية للخروج من هذه حالة الضياع التي كما وصفتموها في بداية الحلقة؟ للخروج من حالة الضياع أنا أستند إلى القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يصف الشيطان الرجيم فيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والتجارب المعلنة وغير المعلنة أثبتت أن إيران عدو للأمة العربية. فمتى يتخذ العرب موقفا اتجاه إيران باعتبارها عدو؟ هذا ما أتمناه، وأتمنى أن الأحداث الأخيرة تصوغ موقف عربي باتجاه إيران
يقفها عند حدودها. شكرا جزيلا لك دكتور فارس الخطاب الكاتب والمحلل السياسي. أشكرك جزيلا أستاذ بسام جعارة الكاتب والصحفي السوري، كما أجدد شكري للأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي حدثنا من الرياض، وأشكر الدكتور عبد الرحمن جميعان عضو أمانة المنتدى المفكرين المسلمين حدثنا من الكويت ومن ليفربول. أشكر الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي اليمني. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.